نتوقف مشاهدينا الآن مع فقرة ساكني البيت الأبيض. هذا المبنى الرمز بالنسبة للأمريكيين. أمس تكلمنا عن الرئيس 19 وهو روذرفورد هايز، اليوم نتحدث عن الرئيس 20 وهو جيمس غارفيلد، هو صاحب إذن أقصر فترة رئاسة في التاريخ الأمريكي، حيث لم يكمل العام في الحكم بعد تعرضه للاغتيال في العام 1881. كان ينتمي للحزب الجمهوري، فاز حينها بنسبة 48% من التصويت الشعبي، وفي المجمع الانتخابي حصل على 214 صوتا من أصل 369 صوتا.